نبينا ابن باز يقول التوسل بجاه النبي شرك. يلا شرك. ماذا تقول؟ يعني أحمد مشرك الآن؟ أحمد مشرك؟ ليس مشرك، اجتهد. ابن باز يقول مشرك، اجتهد فأشرك. اجتهد إخواني أحمد بن حنبل، اجتهد فأشرك وله أجر. وإحنا كذلك شيعة أهل البيت، اجتهدنا فأشركنا فلنا أجر. ليش هو يجوز له أن يشرك وله أجر ونحن في شركنا ليس لنا أجر؟ ليش؟ أخو كن منصف، إحنا أخوانك، إحنا أخوانك، خلينا أجر. إحنا اجتهدنا يا أخواني فأشركنا، وليش تكفروننا؟ لو تكفروننا إحنا وأحمد بن حنبل، لو أحمد إلي أجر ونحن لنا أجر. اجتهادكم، اجتهادكم غير اجتهادنا، اجتهادكم جريمة لا تغتفر، واجتهادنا فيها يعني شرككم يغتفر وشركنا لا يغتفر. اجتهادنا يا أبا سلطان، يا أبا سلطان، يا أبا